وسهلا بالسادة، فتواضع لها وقبل مجلس إقراء والتعليم المسجدي مسابقة قارئ المحروسة. ونسوا حظا مما ذكروا به، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وهو النور المبين، وهو الضوء، وهو الإنارة، وهو الحضارة، وهو الذي يفتح الأرض. في الطبعة الثانية لقارئ المحروسة، ويندرج تحتها مؤذن المحروسة وخطيب المحروسة، وأبناءنا وبناتنا يشاركون. أكثر من 50 قريب من 60 مدرسة قرآنية شاركت في الجزائر العاصمة، ويؤطرهم شيوخ كبار في علم التجويد ومن الرجال المحكمين دوليا. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، ونشكر القائمين على مثل هذه المسابقات التي تشجع وتغرس مبادئ المرجعية الدينية الوطنية في بلادنا، من قراءة القرآن، تلاوة القرآن، تلاوة الحزب الراتب. هذه منظومة التعليم القرآني في الجزائر.